بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله أعزائي الطلاب. وفي فيديو جديد سنشرح في هذا الفيديو انقسام الخلية، وسنتعلق في هذا الفيديو بجزء أساسي بالانقسام المتساوي أو ما يسمى الانقسام النووي، ومن ثم الانقسام السيتوبلازم طبعا. وهذا الدرس هو من دروس أحياء الصف العاشر. طبعا هذا الدرس ينقسم إلى عدة مراحل، وسنبدأ في البداية بمرحلة الانقسام المتساوي. والانقسام المتساوي في جزئيته الأولى، إذا أردت أن ترى نشاط عملي حتى تستطيع أن ترى أدوار الانقسام المتساوي، فلا بد أن يكون لديك شريحة لقمة نامية لرأس البسط. طبعا لماذا؟ علل لماذا تم استخدام القمة النامية لجذور البصل وباستخدام المجهر العادي، المجهر المركب. طبعا عن طريق عدة مراحل، طبعا ليست شريحة واحدة لكن عدة شرائح حتى تستطيع أن ترى جميع هذه الأدوار. لكن السؤال، لماذا تم استخدام القمة النامية لجذور البصل في هذا النشاط؟ السبب أن القمة النامية في جذور البصل تحتوي على الخلايا المراستيمية. إذن وما دور هذه الخلايا المراستيمية؟ الخلايا المراستيمية تتميز أنها سريعة الانقسام ودائمة الانقسام بشكل مستمر، وبالتالي بسبب هذه السرعة في عملية الانقسام، وأيضا يسموها الخلايا المولدة، فنستطيع أن نرى هذه الأدوار بوضوح. والانقسام المتساوي في الخلايا الجسمية يكون له عدة أهداف، لكن هذه الأهداف تبعا لنوع الكائن. فمثلا في الكائنات وحيدة الخلية مثل الأميبيا والبراميسيوم، يكون الهدف فيه هدف واحد وهو التكاثر. بينما طبعا التكاثر الهدف منه هو بشكل أساسي هو زيادة عدد الكائنات وحيدة الخلية. إذن هذا هدف، لكن هذا الهدف هو بشكل خاص للكائنات وحيدة الخلية. ومن ثم الهدف الثاني وهو هدف النمو، والهدف الثالث إصلاح الخلايا التالفة، والهدف الرابع تجديد الخلايا والأنسجة. آخر ثلاثة أهداف وهي النمو وإصلاح الخلايا التالفة أو تجديد الخلايا والأنسجة هي خاصة بالكائنات عديدة الخلايا. إذا لو أتاك ما الهدف من الانقسام المتساوي؟ الهدف من الانقسام المتساوي في الخلايا وحيدة الخلية هي زيادة عدد الخلايا بمعنى التكاثر. بينما في كائنات متعددة الخلايا يكون الهدف النمو عن طريق زيادة الكتلة الحية وإصلاح الخلايا التالفة، أو حتى تجديد الخلايا والأنسجة التي تتعرض بعد فترة إلى الهرم والكبر وقد تصل إلى الموت الخلوي. وهذا الانقسام يكون على عدة أدوار. في البداية قبل ما تبدأ مراحل الانقسام يكون في مرحلة السكون. طبعا مرحلة السكون هذه للخلايا الخاصة أو ما تسمى بمرحلة النمو الصفري في بعض الخلايا، لكن في الخلايا الأخرى يوجد انقسام متساوي. الخلايا التي تكون في مرحلة السكون هي الخلايا الخاصة بالجهاز العصبي والعضلي والخلايا الدم الحمراء، لكن في باقي الأنواع يوجد الانقسام بشكل فعال ويكون على عدة أدوار. والانقسام المتساوي لو أتاك ما هي أدوار الانقسام المتساوي أو النووي؟ هي أربعة أدوار. في البداية الدور التمهيدي، من ثم يأتي الدور الاستوائي والدور الانفصالي، وأخيرا الدور النهائي. لكل دور من هذه الأدوار صفات خاصة به ورسمة خاصة به. في الدور التمهيدي كما سنتعرف الآن هو أطول الأدوار، يعني الدور التمهيدي هو أطول أدوار الخلية، حيث أنه يستغرق نصف زمن الانقسام كله. يعني في البداية لو أتأك ما هو أطول الأدوار هو الدور التمهيدي، وما أقصر الأدوار الدور الانفصالي.
وهي من أسئلة اختر. إذن أقصر الأدوار هو الدور الانفصالي، وأطول الأدوار هو الدور التمهيدي. ماذا يحدث في الدور التمهيدي؟ الدور التمهيدي يحدث فيه عدة أمور. الأمر الأول الذي يحدث في الدور التمهيدي، وطبعا الدور التمهيدي هو أطول الأدوار ويستغرق نصف ثمن الخلية، أن الكروموسومات تبدأ بالتكاثر، وعندما تتكاثف هذه الكروموسومات تتشكل على هيئة أزواج كما ترون أمامكم، وهذه الأزواج تسمى الكروماتيدات، وكل كروماتيدين شقيقين أو كل خيطين من الكروماتيدين شقيقين يرتبطان في منطقة تسمى منطقة السنترومير، وهي المنطقة التي ترتبط بما يسمى خيوط المغزل. إذن لو سألك ما هي منطقة السنترومير، هي منطقة تقاطع الكروماتيدين الشقيقين. طبعا هذا التكاثف يظهر الكروماتيدات على شكل كروس كما ترون أمامكم، وهي عبارة عن خيطين من الكروماتيدين الشقيقين، وتكون منطقة الالتقاء والتقاطع بين هذين الكروماتيدين هي عبارة عن منطقة السنترومير. طبعا في الخلايا الحيوانية يوجد الأجسام المركزية، والأجسام المركزية تبدأ فيها نمو خيوط ما تسمى بالخيوط المغزلية، هذه الخيوط. لكن هذا الكلام لا يوجد في الخلايا النباتية، ففي الخلايا النباتية تنشأ الخيوط المغزلية من الأنابيب الدقيقة. لماذا؟ لأنها لا يوجد بها أجسام مركزية، والخيوط الأنابيب الدقيقة تكون في الجدار الخلوي، ومن ثم تبدأ الغلاف النووي للنواة بالتلاشي. هنا الغلاف النووي يبدأ بالتلاشي، وتختفي النوية التي تكون في داخل النواة وهي مسؤولة عن تصنيع الريبوسومات. إذن نراجع السريع ماذا تكلمنا في مرحلة التمهيدي أو دور التمهيدي، هو أطول الأدوار، ويبدأ الكروموسومات والمادة الوراثية بالتكاثف، وتظهر على شكل كروماتيدين، كل خيطين شقيقين يرتبطان بمنطقة تسمى منطقة السنترومير. تبدأ خيوط المغزل بالنمو، لكن هنا تختلف من الخلايا النباتية والحيوانية، حيث أن في الخلايا الحيوانية يوجد الأجسام المركزية التي تتجه نحو الأقطاب وتنمو منها خيوط المغزل، بينما في الخلايا النباتية لا يوجد أجسام مركزية فتنمو من الأنابيب الدقيقة، والأنابيب الدقيقة تكون موجودة في الجدار أو في الهيكل الخلوي. من ثم يبدأ الدور الاستوائي، وهنا كما ترون أمامكم في الدور السابق توجد الخلايا أو الكروماتيدات الشقيقة في شكل عشوائي، لكن هنا في الدور الاستوائي تبدأ بالاصطفاف في وسط الخلية، وكأنها خط الاستواء بالنسبة للكرة الأرضية، ومن هنا جاءت التسمية. إذا لماذا تسمى الدور الاستوائي؟ لأن الكروموسومات ترتبط في وسط الخلية وكأنها خط الاستواء، لكن هذه الكروموسومات تصطف بشكل فرادة. وضع خطا تحت كلمة فرادة، وسنتعرف على السبب بعد فيديو آخر، عندما نقارن بين الدور أو الانقسام المتساوي والانقسام المنصف. وهنا تبدأ الخلية بأن ترتبط خيوط المغزل بالسنترومير. طبعا منطقة السنترومير هي المنطقة التي توجد تقاطع الكروماتيدات الشقيقة، وتصطف هذه الكروموسومات وسط الخلية. طبعا من ثم يأتي الدور الانفصالي، والدور الانفصالي هو أقصر الأدوار زمنا طبعا، وينفصل السنترومير. هنا السنترومير طبعا تحدثنا ما هي السنترومير، هي المنطقة التي يحدث بها اتصال وتقاطع الكروماتيدات غير الشقيقة، وتتباعد الكروماتيدات. طبعا الكروماتيدات الشقيقة تكون على شكل كروموسومات متضاعفة كما ترون أمامكم، لكن عندما تتباعد تنقسم إلى كروموسومات فردية، بمعنى أن هذه الكروموسومات تأخذ نصف من كل كروماتيد شقيق، وتبدأ بالاتجاه نحو الأقطاب.
لماذا؟ لأن خيوط المغزل تبدأ بالانكماش. إذا بسبب انكماش خيوط المغزل، طبعا هي الخيوط الخيطية التي ترتبط بين الأجسام المركزية، تبدأ تسحب معها الكروموسومات نحو الأقطاب. طبعا كم تسحب؟ تسحب نصف كمية الكروموسومات عند كل قطب، ومن هنا جاء الاسم الخاص بالانقسام الانفصالي، لأنه تبدأ بانفصال الكروماتيدات المتضاعفة إلى كروموسومات منفردة، ومن ثم يبدأ الدور النهائي. والدور النهائي هو عكس الدور التمهيدي، بمعنى في الدور التمهيدي نمت خيوط المغزل، لكن هنا تبدأ خيوط المغزلية بالاختفاء. في الدور التمهيدي كان هناك السيتوبلازم، هنا لأنها تبدأ بالانقسام لخليتين يبدأ يتخصر في السيتوبلازم. والتخصص في السيتوبلازم يختلف من الخلية الحيوانية والنباتية، وسنتعرف على ذلك بعد قليل. ويتكون جسم مركزي جديد عند كل قطب حتى يصبح هناك أجسام مركزية، ويبدأ الغشاء النووي الذي تلاشى في الدور التمهيدي بالظهور وتظهر النوية، وفي النهاية تبدأ مرحلة الانقسام المتساوي. هنا يأتي إليك بعدة أسئلة. هذه الأسئلة: ما أدوار الانقسام المتساوي؟ من أدوار الانقسام المتساوي كم عدد الخلايا الناتجة من هذا الانقسام، وكم عدد الكروموسومات الناتجة من كل خلية؟ طبعا هنا عدد الخلايا الناتجة من هذا الانقسام هي عبارة عن خليتين. إذا كل خلية في الانقسام المتساوي ينتج عنها انقسام خليتين. كم عدد الكروموسومات الناتجة هو نفس العدد في الخلية الأصلية، بمعنى في الخلية الأصلية يوجد 4 كروموسومات، إذا هنا 4 كروموسومات، حتى يكون لماذا؟ لذلك يسمى الانقسام المتساوي. يا حتى لماذا؟ لأنه يبقى عدد الخلايا أو الكروموسومات ثابت قبل وبعد الانقسام. طبعا المرحلة الثانية هي انقسام السيتوبلازم، والسيتوبلازم هو الدور في الدور النهائي، وهذا التخصر لماذا؟ لأنه يريد أن يقسم السيتوبلازم بين خليتين، وليمتد هذا الانقسام لوسط الخلية كما ترون هنا، حتى يبدأ بالانفصال وكأنه جدار ينمو للفصل بين خليتين. طبعا وتبدأ تحاط كل خلية بعدد من الكروموسومات بنفس العدد وبنواة وغلاف نووي لتصبح من بعد ذلك خلية أصلية. لكن الفرق الأساسي في انقسام الخلايا بين الخلية النباتية والحيوانية في عدة فروق، وهذه الفروق تتمحور في جزئيتين: في موقع خيوط المغزل، وفي الجزئية الثانية وهي انقسام السيتوبلازم. بالنسبة لانقسام السيتوبلازم في الخلية النباتية تتم عن طريق أنها يبدأ تكون صفيحة خلوية، ثم تتطور إلى صفيحة وسطى، وتبدأ تترسب المادة على الجدار على الصفيحة هنا على الطرفين، ومن ثم هذه المادة تبدأ وتكون جدار خلوي. إذا جدار صفيحة خلوية ثم صفيحة وسطى، تبدأ المواد تترسب على الصفيحة الوسطى من الجانبين لتتكون الجدار الخلوي. لكن في الخلية الحيوانية فقط يتخصر السيتوبلازم تدريجيا، ومن ثم تنقسم كل خلية إلى خليتين. بينما هنا موقع ظهور خيوط المغزلية، طبعا هنا موقع لا تحتوي على سنتريولات أو مركزات، وتظهر خيوط المغزلية من الأنيببات. طبعا في النباتية لا يوجد مركزات أو أجسام مركزية، وبالتالي تبدأ خيوط المغزل التي تنمو في الدور التمهيدي أنها تظهر من الأنيببات الدقيقة. طبعا أين توجد هذه الأنيببات؟ توجد في الهيكل الخلوي. بينما في الخلية الحيوانية طبعا يوجد السنتريليات أو ما يسمى الأجسام المركزية في جسم المركزي، وبالتالي تنمو خيوط المغزل من هذه الأشياء. طبعا هنا ستحدث عن الأورام، لكن الأورام في هذه السنة بالنسبة لبعض المناهج وبسبب جائحة كورونا تم لغيه، لكن هذه الفيديوهات لأنها ستستمر لعدة سنوات فأنا سأتطرق إليها. ما تعريف الأورام؟ الأورام هي عبارة عن سلسلة انقسامات غير
منظمة ينتج عنها كتل غير طبيعية. هذا التعريف هو تعريف الأورام، هي عبارة عن سلسلة انقسامات غير منتظمة كما ترون أمامكم، تنتج هنا كتل غير طبيعية. هذه الكتل تسمى الورم، وهو نوعان، خبيث أو يسمى السرطان، وورم غير خبيث ويسمى المرض الحميم. لو رأينا هنا ما الفرق بين الخلايا العادية والخلايا السرطانية؟ الخلايا السرطانية أصبحت، انظروا إلى النواة، النواة حجمها كبير جدا، وهذا التضخم هو الذي تسبب في نمو غير طبيعي في الكتل الخاصة بالخلايا. طبعا هذه الأجسام خصوصا الأجسام الطلائية، ويعزل التحول الخلايا السليمة بسبب عدة عوامل. طبعا هذه العوامل هي عوامل كيميائية، إشعاعية، خلل في الأدوية، خلل في الهرمونات. وهنا كيف يصاب بعض الأشخاص ببعض الأورام السرطانية بسبب وجود الخلايا الدبقية أو الخلايا السياحية السائحية أو النجمية، وهي لها قدرة على الانقسام. يسمى الورم بهذا الاسم، الورم الدبقي أو النجمي حسب نوع الخلايا، وتنشأ عندما يبدأ الانحراف في الخصائص الطبيعية أو الغير الطبيعية بسبب. طبعا ممكن هذه الخلايا السرطانية تسيطر على مساحات واسعة تكون مخصصة للأنسجة السليمة، وهذا هو الذي يؤثر على امتداد الدم والأنسجة وخلافه. طبعا هنا هذا حل أسئلة الفصل الثالث، ونرجو أن يكون هذا الفيديو السريع قد نال إعجابكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ولا تنسوا أن تضغطوا زر لايك.